واحد من الناس اللي معايا دلوقتي انسان ربنا حباه بموهبه جميله جدا وامكانيات صوتيه جباره بتخليه يقدر يقلد اصوات العظماء من المبتهلين والقراء ومؤذني الحرم المكي الشريف. الصوت ده قدر يعمل مشاهدات بالملايين على السوشيال ميديا، وصلت لاكثر من 50 مليون مشاهده. معايا ومعاكم واحد من الناس، محمود فضل، الطالب بكليه تجاره جامعه حلوان، وكمان بيعمل في الاوبرا المصريه. اهلا بك يا محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، وسعيد جدا بوجودك معايا النهارده، وشرفتني في واحد من الناس. انا اسعد، وسعيد جدا بيك. انا اسعد يا حبيبي. نبدا منين؟ عايز تبدا منين الاول؟ انا عايز ابدا معاك الاول نسمع الناس وبعدين نتكلم، ايه رايك؟ تمام، اوكي، ما عنديش مشكله. يلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إيمان وسنة، قف على سنن المختار من نسب وجل البلاء، غت من أغصانها الزلل. محمد سيد الرسل التي شهدت بفضله أنبياء، الأعصر الأولي. قرآن وسنة، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الإذاعة المصرية. الله، ده يعني دي مقدمة إذاعة القرآن الكريم. الحقيقة أنت أديتها بشكل جميل جدا وبشكل بديع وبصوت أكثر من رائع. ده شرف لي. بدأت إمتى اكتشفت نفسك في موهبة محاكاة كبار القراء والمشايخ والمبتهلين؟ بالظبط من سنة ونص. بالظبط من سنة ونص بدأت أتعرف على السوشيال ميديا. بدأت أتقبل بموضوع التقليد المؤذنين الحرم. بعد كده بقى عندي حلم إن أنا نفسي أكون مؤذن في الحرم الشريف. وبعد كده بسعى لها بالتدريب، بسعى لها بالتقدم في القرآن، بقى في الأذان، بتدرب على نفسي في الأذان أكتر وأكتر. لحد ما تميزت وبقى ليا صوت معين، ليا صوت خاص بيا. ما شاء الله. طب خلينا نبدا بالحرم المكي، ايه رايك؟ في الاذان. تمام. نبدا ايه؟ عايز نبدا بالاذان وبعد كده ناخدها قراءات. قراءات. طب اتفضل. يعني هنبدا مثلا، احنا عندنا الحرم المكي، عندنا الشيخ مهر المعيقل طبعا. امام الحرم المكي، الشيخ ياسر الدوسري امام الحرم المكي طبعا. الشيخ عبد الرحمن السديس الامام الحرم المكي، الشيخ ناصر القطامي امام بالزبط. مسجد الملك عبد الله بالرياض. بالظبط. مظبوط. اتفضل. خلينا في الأذان الأول. طيب. الشيخ علي مولا ده مؤذن الحرم معروف طبعا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في الشيخ عبد المجيد السريحي وشيخ هاشم الثقافي. عبد الشيخ عبد المجيد السريحي. حي على الفلاح، حي على الفلاح، كل
القراء بقى بتوع الحرم شيخ الماهر المعتلي ماشي. استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيخ سديس. الله الله. استووا. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ ياسر الدوسري. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يفتح عليك. ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك. بتقدر ازاي تعمل ده؟ يعني الحقيقه ده مش اي حد يقدر يعمل ده خصوصا ان هم كمان دول عمالقه التلاوه يعني الحقيقه كل واحد ليه شخصيته. وليه طونه وليه اداؤه وليه مذاقه. ازاي قدرت تعمل ده بالجمال ده والبساطه دي؟ التمرين السماع بسمع كتير للمشايخ دي بحب شخصياتهم قبل ما احب صوتهم فبقتدي بيهم في كل حاجه بصوتهم بادائهم بترتيباتهم بتدريباتهم بكل حاجه كل واحد بحب صوت منه اتدربت عليه. يعني انت شخصيا بتحب الصوت فعشان كده بتجيد تقاليده. بالظبط. طيب ده على مستوى المشايخ الحرم المكي. بالظبط. على مستوى مصر بقى عندنا هنا عمالقة بقى القراءة الشيخ عباسط الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ الحصري الشيخ محمود الشحات. اتفضل. الحصري مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ عبد الباسط عبد السمر، شيخ عبد الباسط، نسمع له آية بقى، نسمع إيه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله. بالظبط. مين كمان؟ في مصطفى اسماعيل. يلا. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا. الشيخ رفعت ما اعتقدش في حد قال لي، محدش يعرف على ايده اصلا. صعب. 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 ليه بقى؟ خامة كده تقيلة شوية، يعني ليها مكانتها، يعني حاجة صعبة تقيلة الصراحة يعني. بس ما شاء الله، يعني طبقات صوتك قوية، وبعدين التغني يعني الحقيقة انت ما شاء الله دارس. دارس في الأوبرا مع الدكتور محمد عبد الستار. هايل. دارس موسيقى، دارس موسيقى ودارس مقامات صوتية، بس خدتها واستخدمتها في القرآن. يعني انا خدت الموسيقى والمقامات واستخدمتها في القرآن والأذان. طب بالنسبة للمنشدين بقى، بالظبط بتحب مين مثلا تسمع مين؟ انا بحب ناصر الدين طوبار مثلا ونقشبندي. انا بحب ناصر الدين طوبار. نسمع حاجه ناصر الدين طوبار؟ نسمع. يلا. يا إله العالمين، يا حنيني ذاهب، والقلب شاكد عبيل، سال دمع يا إلهي، سال دمعي يا إلهي، ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل، غربتي نجوى، غربتي نجوى، ونيران شوك وأسباك، وليل طويل، ولك الأمر
رجائي رجائي غير أن تسعى إلى الطريق وإذا باقت فنجوى دعائي حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. الله الله يفتح عليك يا محمود. الله الله يبارك فيك. الله يكرمك حبيبي. أنا سعيد وشفتك النهارده وسعيد بالجمال ده والروحانيات والحالة شوف الناس قاعدين يعني مبسوطين ازاي كلهم يعني انا الاول مره الاقيهم اهو الكاميرا مان اخونا وصديقنا مبسوط كلهم مبسوطين ويعني أنا مبسوط. ما شاء الله ربنا يكرمك والله يفتح عليك ودايما نتابع اخبارك ودايما نسمع عنك ان شاء الله كل خير. اللي جاي بقى ايه مشاريعك ايه هتفكر في ايه؟ والله انا نفسي وهدفي الوحيد ان انا اسعى له وان شاء الله باذن الله احققه ان انا اكون مؤذن في الحرم وان انا نفسك دي امنيتك دي تكون أمنيتي. مؤذن في الحرم دي امنيتي الوحيده وان انا احقق حلمي بقى واحفظ القران كامل لسه بحاول بقى اكمل واحفظ. هنختم بايه بقى؟ سيدنا النبي بقى لاجل النبي. يلا يا رب توبه يا رب توبه يا رب توبه يا رب توبة يا رب يا رب توبة نصوحة بعد عصياني بعد عصياني بعد عصياني القلب نادم لكن العين لكن العين عصياني عصياني لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي ولأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كن لي كن لي لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كن لي كن لي لأجل النبي لأجل النبي يا إلهي الكل كن لي كن لي لأجل النبي لأجل النبي أنت عالم بيا كل كل لأجل النبي لأجل النبي يظلموني من تشاء يتهموني برضو عارف يتهموني برضو عارف من عبادك ايه حصل لي ايه حصل لي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي انا حبيب سيدنا النبي تقبل صلاة على النبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي ووعدنا ربي بالنبي عند النبي. وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. محمود فضل طالب بكليه التجاره جامعه حلوان الشاب الواعد اللي انا بتنبأ له ان شاء الله ان ربنا يحقق امانيه ويكون الله باذن الله مؤذن الحرم المكي باذن الله. محمود نورتني وشرفتني. شرف لي واحد من الناس الجمال اللي انا يعني فخور قعدت معاك وربنا يوفقك ويكرمك وحبيت اقدمه لحضراتكم النهارده واحد من الناس.